الحمد لله، الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا ومرشدنا محمد رسول الله لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فالمسلم العاقل هو الذي ينشد البركة في حياته. فالحياة بلا بركة تعني حياة بلا معنى ولا ذوق. الحياة بلا بركة تعني الجفاف والقحط. الحياة بلا بركة تعني الأسقام وغلاء الأسعار. الحياة بلا بركة تعني الأمراض والمشاكل. والبركة إن حلت في أرض كان الخير والرخاء والصحة والعافية في البدن. والذي يعطي البركة هو الله. البركة تستمد من الله. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله جعل البركة في بعض الأماكن، جعل البركة في بعض الأزمان، جعل البركة في بعض الأبدان، جعل البركة في كثير مما خلق سبحانه وتعالى. والبركة معناه العام، البركة معناها العام النماء والطهر. البركة ينشدها المسلم في دينه، في إيمانه، في عمله. إذا بارك الله، بارك الله في عمرك فتستفيد منه وتفيد. هناك من عمر قليلا واستفاد كثيرا. إذا أعطاك الله البركة في المال ولو كان قليلا تستفيد منه وتفيد. أما إذا نزعت البركة ولو ملكت الدنيا فالسخط والضجر والقلق والجشع يلازم الإنسان ولا ينفك عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له الطعام الثمار يقول: اللهم بارك في مدينتنا وفي ثمارنا وصاعنا. دائما أن تدعو الله عز وجل أن يبارك لك فيما تملك. وقد بارك الله في الأرض كما بارك في الشام الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الشام بالبركة. جعل الله بيته الحرام بركة، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. جعل القرآن الكريم بركة. جعل الماء بركة الذي ينزل من السماء. فالقرآن بركة، مبارك، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الباب. ونزلنا من السماء ماء مباركا. القرآن إذا قرأته وعملت به
فأنت مبارك، الله يبارك في عمرك. الماء الذي ينزل من السماء فهو باركة لأهل الأرض، بركة لأهل الأرض، منه يشربون ومنه يستقون ويسقون الزروع. فالبركة تحل على أهل البلد إذا آمنوا بالله واتقوه. فيقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى، أهل القرى مجتمعات، آمنوا بالله واتقوا وخافوا الله لحلت عليهم البركة. البركة في المال، البركة في الأولاد، البركة في التجارة، البركة في البشر، في المعاملات، البركة في كل شيء تحس بها وتشعر بها. فجعل الله البركة مع الإيمان ومع التقوى، وجعل البركة في بعض الأوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البكور، التبكير، لذلك في الحديث أن من بكر في يوم الجمعة في الساعة الأولى فله من الأجر ناقة، وفي الساعة الثانية فله من الأجر بقرة، وفي الساعة الثالثة وله من الأجر مثل خروف في الأجر، وفي الرابعة مثل الدجاجة، وفي الخامسة مثل البيضة. انظروا إلى أجر الذي بكر. وكان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالناس يشتكون من غلاء الأسعار، ويشتكون أنه لا ربح في التجارة ولا بيع، ولكن هؤلاء التجار ينامون العاشرة والحادية عشر، ثم يذهبوا إلى الدكان فيفتحوه وربما لم يصلي الفجر ويشتكي: لا بركة في التجارة. نعم، أنت حكمت على نفسك أن لا بركة في تجارتك. لو بدأت اليوم بصلاة الفجر ودعوت الله وبكرت وفتحت باب دكانك، والله سترى العجب العجاب. البركة في البدان والبركة في المال ليس معناها أن تعد المال عدا ويكثر في يديك، قد لا يكون هذا، ولكن الله يصرف عنك الأمراض. كم من شخص له أموال سلط الله عليه الأمراض فأفنى تلك الأموال كلها على الأمراض، وأنت مالك قليل بارك الله لك فيه فأبعد عنك الأمراض، فأنت معاف في جسدك وبدنك. كذلك أولادك تحس بالراحة معه وفي أمن واستقرار. فهذه هي البركة، حقيقة البركة. البركة في الجماعة. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون: لا نشبع، نأكل ولا نشبع. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم يا رسول الله. قالوا: كلوا جميعا ولا تفرقوا، اجتمعوا على الطعام في الدار، في المنزل، في البيت، اجمع أولادك وكلوا وقولوا بسم الله. فإذا دخلت بيتك فسلم تحية الإسلام تجد البركة، فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تشعر بالبركة، تحس بالبركة. ولكن حينما نبتعد عن الدين، عن ذكر الله، عن الصلاة، عن القرآن، ماذا تنتظر؟ لا قرآن، لا ذكر الله، لا صلاة، هل تنتظر أن تنزل الملائكة؟
عليك أن تنتظر أن الشياطين هي التي ستسكن معك وتحل مع محل الملائكة. البركة في ذكر الله، في طاعة الله عز وجل. كذلك البركة في بعض الأشجار، سبحان الله، البركة في بعض الأشجار. الزيتون سماه الله من شجرة مباركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت، زيت الزيتون، وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كذلك اللبن، دعا رسول صلى الله عليه وسلم فيه وأنه طعام بركة على بركته. إذن المسلم يعيش لدينه ومع دينه، والله سيرى البركة في أولاده، في أسرته، في ماله. اللهم بارك فينا، اللهم بارك فينا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، والحمد لله.